تحية لكم ولحضوركم، وأنتم تشاركوننا حفل الانطلاق 47 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. هي جبهة حمراء بالدم تعمدت وبالصمود تصلبت وبالكفاح حفرت اسمها عميقا في تراب فلسطين. جبهة الحكيم ووديع وأبو علي مصطفى وكنفاني وأبو أمل واليماني، جبهة سعدات والراعي والخواجة، جبهة طارق وإسلام والرضوان وزيدان، جبهة الفقراء والجادين، جبهة الوحدة والمقاومة، صوت الأبناء تكتب وصية التحرير، صوت الأطفال. الانتفاضة الشعبية الكبرى، مناسبتين وطنية ردا على هزيمة عام 67 إلى نضوجه في العام 87. في ذكرى الانطلاقة العظيمة وذكرى الانتفاضة حفل اليوم إحياء للذكرى 47 لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي يتزامن مع الذكرى 27 للانتفاضة الفلسطينية المجيدة عام 87. في هاي المحطة إحنا منأكد التزامنا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا بالوفاء لدماء الشهداء كافة، منذ القسام إلى الحكيم إلى أبو عمار إلى أبو جهاد أبو علي مصطفى وكافة شهداء الثورة الفلسطينية، وانتهاء بالشهيد الوزير زياد أبو عين شهيد الأرض والزيتون. وفي هذه المناسبة أيضا نؤكد التزامنا بالعمل على تحقيق الأهداف الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني، واللي في مقدمتها حق العودة، حق المشردين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كامل دون أي انتقاص، وحقه في إقامة دولة الفلسطينية المستقلة عام 67 وعاصمتها القدس. نظمنا هذا المهرجان بمناسبة انطلاقة الجبهة الشعبية 47. إحنا بنفخر كونه حزب فلسطيني ديمقراطي وكفاحي، من أول يوم ما غير مبادئه، ظل على مبادئه ثابت، وعشان هيك إحنا بننظم هذا المهرجان اللي هو مهرجان الانطلاقة، وتشرفنا بالتنسيق مع الجامعة ومع باقي الفصائل الوطنية وباقي الكتل الطلابية في داخل الجامعة عشان نقيم هذا المهرجان.